الى محمد صلاح. شوف صافرات الانسجام حوله في مباراة اليوم. صلاح مرة اخرى محاصر، يلعب كرة. الله مارويك، الله مارويك، ضربة معلم يا صلاح، هدف جميل لروما، كرة في مقتل، صفروا عليه صافرات الاستهجان وضربهم بكرة في مقتل وفي منتهى الروعة. شوفها مرة أخرى، الله على صلاح، مهارة عالية بين خمسة مدافعين وحوله صافرات الاستهجان. بوم ماتيو فيديلي، فيديلي يلعب كرة قصيرة، صنع على فرصة للرابع توتي، توتي 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 يتقدم الكرة، فرانشيسكو وصلاح يسجل، سجل يا صلاح والرباعية للرابع، يسجل صلاح، صلاح يتمكن من خطف الهدف الرابع، سجل يا صلاح، خلي جمهورك يرتاح، الهدف الرابع لفريق روما. صلاح هو من قطع الكرة، هو من حسمها لوجود التسلل، صلاح يتابع ويسجل ثالث أهداف مع روما في الدوري، الهدف الرابع لروما، أربعة مقابل واحد. شباك فريق كاربي تستقبل بكل ترحاب الهدف الرابع، توتي كان يتمنى أن يسجل، الكرة تصدى له بيركيتش ولكن صلاح، صلاح تابع وأسكن الشباك، يسجل صلاح ثالث أهدافه في اللقاء رقم ستة لي مع جالو روسي، 4-1، انتصار كبير، تفوق منطقي سريع. هل هتشوف بقى نادي روما في هذه المباراة؟ جالو روسي ومحاولة العودة، العودة لمحمد صلاح بعد 11 دقيقة، كانت الكرة تعاند محمد صلاح، ولكن اهو محمد صلاح يسجل هدفه السادس هذا الموسم في هذه المباراة وفي هذا اللقاء، وتصبح النتيجة بهذا الهدف 1-0. محمد صلاح، ادي محمد صلاح امامنا اهو، ادي محمد صلاح، كرة عندها بقالها كتير جات له هنا وفي مرمى ساسولو، يضعها حلو حلو حلو، امامنا اهو محمد صلاح سجل في مرمى ساسولو كما نعلم في لقاء 2-2 ويسجل باقتدار. الكرة لم تمر، يسترجع مرة ثانية، يتوغل محمد، يلعب عرضية إلى ممتازة لجيك، كما يقول جول، وبا با 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 دفاع، ومحمد صلاح وجول، جول جول جول، ختامها مسك يا محمد، جول ثاني وفرحة هارمة بعد التمريرتين وهدفين، جاء محمد صلاح من بعيد وانقذ روما وسجل هدفا ثالثا، هو الهدف السابع لمحمد صلاح. نعم شكرا لله يا محمد، اسباليتي فرحان لان محمد صلاح صنع الفارق، تمريرتان للهدفين الاول والثاني ولحق بهذه الكره وسجل الثالث، واو باليسرى امام الحارس وامام المدافع، محمد صلاح يسجل سابع اهدافه وثالث اهداف روما في ظرف دقيقتين. انقلبت Salah again, it will come into his path, has a go himself, brilliant! Absolutely stunning from Mohamed Salah. Two games in the Roma shirt and two goals since his move from Chelsea. He's deserved that for his first half display. Now has his own name on the score sheet and Roma have five. On this so quickly, away from Kolesiak. Got barely a glimpse of the top. يبحث عن السيطرة من خلال دقائق الأولى، وجيرفينيو هدف أول يأتي لروما، هدف أول يأتي للذئاب في المستايا، وبأقدام محمد صلاح ظهور أول، هدف أول من قبل النجم المصري محمد صلاح. توتي يلعب كرة لدى جيرفينيو، بعد ذلك
القائم يتصدى الكرة بتوت محمد صلاح، هدف أول بجانب الذئاب، ظهور أول، هدف أول. أي بداية للنجم المصري تأتي من خلال لقاء فالنسيا. بيانيتش، بيانيتش يبرر انطلاقه وهجمه من اجل هدف صلاح لبيانيتش، البيانيتش محاولة خطيرة كان في البوسنية، الوان تو مع صلاح، سنتصر 5-1 على السام. هل بمقدوره اليوم ان يسجل انتصار كبير؟ Bene, lanciato nello spazio la freccia, avanza la freccia nera, linea di fondo, il cross, Salah! Il gol del feroce Saladino! Il feroce Saladino! Oh, anche lui inesorabile da quella posizione! La sgroppata da parte di Gervinho, la linea di fondo, il cross per Salah! لفريق نادي روما امامنا من تابع. يا ولد يا ولد يا صلاح يا ولد يا صلاح، المره دي بقى المره دي كونسيلي امامنا يتصدى لكره من محمد صلاح، ملعوبه حلوه. شوف هنا الضغط، وادي فلورنسي، محمد صلاح يا دوبك كده لمح ورايحه رايحه رايحه في المقص. ممتازه ثنائيه هنا مع الجيكو وحارس محمد صلاح والحارس، لعبه ثنائيه سريعه جدا بين محمد صلاح وإيدن جيكو. هاي اللعبة سرعة الفائقة عند محمد صلاح في التمرير ثم الاستلام ثم التوغل، يطالب بالضغط والضغط موجود، وصلاح وصلاح وصلاح، جول 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 جول، التوت عن خامون، التوت يفوت، التوت والحوت، ويسجل التعادل لروما، هدف التعادل عن طريق من يستحق، عن طريق القائم الأول وعن طريق القائم الثاني وعن طريق القائم الثالث، وفي الأخير حتى له يمشي صلاح، جول 1-1 روما عن طريق الفرعون صلاح في صورة توت عنخ آمون. 1 روما الذئاب، 1 بولونيا العنيد. يانجولان مع صلاح ومع جيكو، يانجولان محمد صلاح استلم صلاح واستلم وخد على يمينه، لكن طول، لكن لسه كرة خطرة وصلاح في المرمى. يا ولد يا ولد يا ولد، كرة من على خط المرمى، كرة من على خط المرمى، الهدف ايه؟ الهدف الرائع، الأولى ضاعت لكن الثانية بلمسة عالية بإحساس عالي بهدف جميل، محمد صلاح يسجل هدف هو الأروع، وتوتي يبتسم لأن توتي هو القائد، هو القيصر، ولكن هنا محمد صلاح هو ملك هذا الملعب، هو المتألق. فادي اللمسة بتاعت يانجولان، استلم لكن تولد وخلاص قلنا خلصت، لكن بإحساس عالي من على خط المرمى. يا ولد يا ولد، هدف تاريخي لمحمد صلاح المصري في هذه اللقطة، هو يضعنا دائما في حالة الفخر والانبهار بهذا الأداء الممتع. إذا بالغت سامحوني، لأن محمد صلاح يفعل أشياء صعبة في هذه الملاعب الإيطالية. المصري يتألق، بص يانجولان هي من أولها حلوة، صحيح تولت وقلنا راحت وضاعت، ولكن محمد صلاح يأتي بالإبداع والإبداع على فروزينوني وعلى ساسولو وعلى سامدوريا وعلى كاربي، لكن طبعا خسر بأداء إلى حد ما مقنع أمام نادي ريال مدريد. هذه الهجمة محمد صلاح، يا ولد يا صلاح يا جميل، يا صلاح يا جميل يا صلاح، ادي هدف جميل لمحمد صلاح، دائما يسجل، دائما يمتع، دائما يبدع، يضعها باقتدار، جات لك على شمالك ويسجل هدف والثامن في هذا الموسم. محمد صلاح في الدقيقة 60 بهدف جميل جميل، ادي امامنا كايتا، بص شوف امامنا بيانيتش، وادي جيكو فيها شك شوية تسلل، ولكن محمد صلاح بقى يضعها باقتدار باقتدار بهدف جميل، بلمسة ما هي يعني الا همسة ولمسة رائعة. شوف امامنا ادي الكرة من جيكو فيها شك شوية، لكن صلاح يا ولد يا ولد يا صلاح بقى ايه حطها حلوة، والحارس طبعا الاسترا يعني ايه يكسب كورة فريق روما مرغرة، ادي انطلاقة عن طريق الصلاح، صلاح مع الكورة، صلاح يرجع الكورة للوراء عند بيانيتش، بيانيتش بيانيتش، ممتازة التمريرة، صلاح بالانطلاق، ايوة حسب هدف يدرس يا روما، صلاح المرمى والشعراوي سجل، الوان تو والجول يجي يجي، كورة
كورة خان الدفاعات لفيولا. الرامة يتمكن من اختراق دفاع الفريق البنفسجي بتمريره عن طريق البيانيستا. انطلق السهم المصري صلاح الملل لاستيفان الشعراوي، والشعراوي تابع كرة ويضعها في المرمى. الهدف لمصلحة فريق روما. الروما يتقدم 1-0. الروما ياخذ راس بقية، والشعراوي سحبته نهائية في اللقاء الماضي امام امبولي، يسجل هذه المرة في شباك ليفيولا. تتغير النتيجة وهدف يسجل ويدرس. الشعراوي يسجل 5 أهداف مع الروما. التسويق لا اكثر ولا اقل. يدرك سباليتي مدى صعوبة المهمة امام ريال سيزو، لكن روما يفكر بالشان المحلي بالمركز الثالث. هدف يعطيهم دفعة كبيرة من اجل ثاني. كورة عند صلاح، صلاح يبقى الكورة الوانتو، صلاح تزداد في المرمى، في المرمى صلاح، في المرمى صلاح. الناس يخالف ليفيولا للمرة الثانية هذا الموسم. في ملعب مارتيني فرانكي سجل في مرماهم والان في الاولمبيكو، لكن صلاح يعبر عن الفرحة بالهدف اللي يسجل في مرمى فريقه السابق. النتيجة الآن تتغير 2-0. محمد صلاح في كورة اتغالت الروماني. الدروش عنه كورة لامست لاعب ليفيولا واستقرت في الشبكة. الكورة اتحب صلاح، الكورة تعشق السهم المصري. صلاح يوقع على كورة ثانية 2-0. الأمور تزداد صعوبة على فريق فيورنتينا، والروما يتقدم 2-0. روبرتو بروتسو الهدف الانتصار في 6. كرة طويلة باتجاه صلاح، ينطلق صلاح من اجل رافع الرمى. صلاح يسجل، صلاح يخالف طاطا روشرا. انطلاقا للسهم، والسهم يعرف الشباك. لمسة ممتازة، لمسة كافية لصلاح. صلاح يسجل الدوبيات الثنائية اليوم والرباعية البديعة للرمى. قلت هذا ان روما سيستغل المساحات وصلاح يستفيد من الفراغات. كرة طويلة ضربة الدفاع، انطلق صلاح وصلاح بلمسة الكرة في المرمى، والكرة تعلن عن هدف الرابع الذي فضله طبعا على حساب ريكاردو مونتيليفو. لكن خطيرة محمد صلاح الآن، هذه خطيرة، فرصة، جول جول محمد صلاح في السان سيرو. الفرعوني يسجل، الفرعوني يسجل. محمد صلاح يأتي بالهدف الأول، وسهل دفاع ميلان، سهل جدا دفاع ميلان. شوف الكرات من العمق، طبعا ما في تسلل لأن تقطع التمريرة لدروسي. دروسي اليوم بيعود إلى التشكيلة الرئيسية. نيانجولان يمرها للشعراوي، الشعراوي يقترب بالكعب جميل لصلاح، صلاح جميلة وتمريرة وفرصة وجول وجول وجول. الله عليك، الله الله يا ولد الله. صلاح هدف جميل 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 جميل. يتألقون ويبدعون ويمتعون فريق روما الليلة، حاضرون. الله الله الله، هدف رائع جدا 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 عن طريق الفرعون محمد صلاح. هذه التمريرة والبداية، ومن البداية نبدأ نتكلم في الحكاية. الشعراوي لصلاح وبيروتي لصلاح من جديد، وصلاح بباطن القدم يضع الهدف الأول في المباراة ليتقدم فريق ذئاب العاصمة الإيطالية. روما 1 عن طريق الفرعون المصري محمد صلاح. هدف جميل بجملة تكتيكية رائعة، جملة تكتيكية ثلاثية رباعية بين الثلاثي الرائع في هذا اللقاء، سيفان الشعراوي، ديجو بيروتي، والنجم المصري محمد صلاح. هدف ال13